عليكم البنات، مرحبا بكم سيدات البيوت في قناة حداقات أم مغربية. اليوم غادي نقدم لكم الخبز ديال المقلة، كما كنقولوا بحال البطبوط، يعني بطبوط. غادي نقسموا العجينة على جوج، وحده غادي ندير البطبوط العادي اللي كيتنكل مع الطاجين، والنص غادي نديرو بعشب سميتو مرسيطه، كيديروه بالحرشه، انا غادي نديرو بالبطبوط. وكنتمنى يعجبكم وتعملوا لي لايك. دابا غادي نبداو على بركه الله ونجمعوا العجينه اللي درنا الطحين الفينو مع فورس سكيلو سكيلو على حسب، والخميره وشويه الملحه. غادي نديرو الماء العجينه هي عجناها، غادي نعجنوها خفيفه كما كتشوفوا، والنص غادي نديروه عادي، والنص غادي نديروه بمرسيطه، نقطعوها بحال القزبور والمعدنوس. انتما كما كتشوفوا حنا قطعناها بحال القزبور والمعدنوس رقيقه، وغادي نديروها مع العجينه. دابا كما غتشوفوا حنا غادي نضيفوا ديك المرسيطه، وغادي نخشيوها في وسط العجين بهذه الطريقه هذه، وغادي نعجنوها. يعني هذه خبزه بالاعشاب، نتمنى تعجبكم وتجربوها. مزيان العريك، المرسيطة راه عندها الفوائد بزاف وصحية. دابا صافي غادي نخليو نغطيوها بالمنديل ونخليوها ترتاح، نغطيوها بالمنديل ونخليوها ترتاح، ومن بعد ندوزو للعجينه الاخرى حتى هي نكوكوها ونقرصوها. كما كتشوفوا دابا البنات غادي نقرصوها بالفينو، غنبداو بالعجينه ديال المرسيطه. غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو، غادي نديرو شوية ديال سبيسيال ماشي بزاف، نديرو بحال هكدا. العجينة راه كتكون خفيفة، وغادي نقسموها نشوفو علاش نقسموها. نبداو بعدا بهادي، هي راه كتجي شويه صعيبه في التكوك لان في هذيك كما قلت لكم داك العشبه، كنحطو هادي وكنكوكو عاوتاني هادي. كنكوكو ثالثة، كوكو عاوتاني رابعة،
كما كتشوفوا دابا غادي نديروا هاد العجينه. دابا راه درناهم في المنديل هما درناهم وغادي نغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا وغادي ندوزوا للعجينه الثانيه اللي عاديه. العجينه الثانيه هي كما كتشوفوا حتى هي خرجت لينا تقريبا بحال بحال 4 ديال الكريسات. الرابع هانتوما كما كتشوفوا هاهما 4 والاخرين 4 يعني اللي غادي تعرفوهم بهاد الخضوريه اللي فيهم. غادي نخليوهم يخمروا والاخرين حتى هما غنخليهم يكحزوهم على بعضياتهم شي شويه. انا ما غنكرسهمش دابا انا كنخليهم يخمروا وكنعاود نكرسهم ونعاود نخليهم يخمروا باش هذا هو السر باش كتجي هاد العجينه زوينه. هادو غادي نطيبوهم كاملين في البقله اي هما غادي يكونوا في الاختلاف الطياب ديالهم هانتوما غتشوفوا كيفاش. دابا غادي نغطيو عليهم بحال هكذا بالمنديل حتى تشوفوا كيفاش قرصتهم وكيفاش غادي ها هو الخبز درتو يخمر. غادي نتقل عليه واحد شويه ونخليه حتى يخمر ومن بعد ما يخمر غتشوفوا كيفاش كيطيب في المقله. ها هو الخبز درناه يخمر كما كتشوفوا هو الخبز ديال المقله. الخبز ديال المقله هو طاب. الخبز ديال مرسيطه غادي نديرو شويه ديال الزيت وديروا شي حاجه تهزوا بها باش ما تحرقوش. البنات ها هو الخبز وجد كما كتشوفوا البطبوطه هو كيوجد جو كيجي رطب بزاف وايضا حتى هذا جا رطب بزاف وجات الريحه ديالو زوينه بزاف وبنين يعني البنة زوين يعني هذا للعشيه وهذا كتاكلو معاك كامع الطاجين او يعني حتى هو كيتنكل العشيه. المهم هذا بالمنسم وهذا ما منسم ما والو. كنتمنى يعجبكم وتعملوا لي لايك وفي قناه حدابات ام مغربيه وشكرا بزاف على التتبع ديالكم وبسلامه عليكم.